اعمالهم دلت عليهم. اختنا في الله ساره فهد مرزوق المرزوق واختها غنيمه مرزوق، هم لهم مجله اسرتي، وكان يعني اسره عريقه اسره المرزوق، ومن شخصياتهم كان مع الوالد السيد يوسف هاشم بن حمد الرفاعي جاسم محمد المرزوق وزير التربيه والتجاره، وعهد المرزوق وعظمة ثم سالم المرزوق، وهاي شخصيات كان معي بالمدرسة الشامية المأمون طارق سعود داود المرزوق وايد، وخالد يوسف المرزوق الصحفي المشهور مجرد جريدة الأنباء، وأخو فيصل هني قبله يوسف المرزوق، ارسل عريقة وترجع إلى هم إلى قبيلة العجمان، ذاك الوالد وانهم في الشامية كان دائما الوالد يروح لهم. وايد شخصيات مرموقة ومعروفة، وكان واحد يرشح بالشامية الوالد قال صوتوا له صلاح المرزوق أيام أحمد النصار رحمهم الله ما شاء الله، والأخ عباس البدر المطلي وغيره يذكرونك اني كنت تساعدينهم انت واختك غنيمه والجميع، ووالدكم ووالدتكم والجميع رحمه الله. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا من اليوم الخميس ليله الجمعه الموافق 29 صفر خير 1445 الموافق، ما شاء الله شوف قبرها شلون منور على اسمها مرة صالحه. الموافق يا الله مستر محمد صلى الله عليه وسلم 14/9/2023. يا رب اقتدوا فيهم يا رجال نساء الكويت المحسنين والمحسنات. الوالد ابو يعقوب رفع السيد هاشم السعد بن زينب شيخ الطريقه رفع الصوفي صبح ليل مغرب عصر بالكويت وبره، بس يخدم الناس وحاط بديوانه من مشى في قال صلى الله عليه وسلم في المشى في حاجه اخيه فلو اجر اعتكاف 10 سنوات. رحمك الله والجميع في دار السباح دوله الكويت الحبيبه. فاتحه.